للمباراة. وديفيد فيا الآن يحاول العودة لبرشلونة. ديفيد فيا وين في الجول، وبالتالي يتعادل برشلونة، يتعادل برشلونة في الكرة الماضية القذيفة المحطوطة. تحرك ميسي فجاءت خطورة برشلونة، تقدم بها. الله الله الله، مثل هدفه في دوري الأبطال في مرمى فاندرسار. هنا اختاره حقيقة مرمى كاسياس وحطها وين؟ حطها في مرمى كاسياس بهذه الجودة الكبيرة والجميلة، وبالتالي يعود فريق برشلونة.